مشرفة جدا الدولة المصرية متمثلة في السيد وزير الشباب والرياضة بيكرم الحكام. حدث يمكن ما حصلش كتير قبل كده، لكن كنا منتظرينه من زمان وكل الحكام المصرية منتظراه. يعني حاجة كويسة جدا، احنا نفسنا مبسوطين وفخورين، حاجة كويسة للتحكيم المصري. نتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل حاجات اكبر للتحكيم المصري علشان نلقى تشريف وتشريف وتشريف من الدولة المصرية ومن الجمهور المصري ان شاء الله. والله انا كنت موجود النسخة اللي فاتت، عندنا دلوقتي مش بعيد، والله مش بعيد، يعني احنا دلوقتي عندنا حكمين مرشحين ان شاء الله نبني على كده، ممكن نروح طقمين ونروح فيديو. عدد الفرق كبير النسخة القادمة في امريكا، فان شاء الله انا شايف وعندي نظرة تفاؤل ان شاء الله بدعم الدولة المصرية. وست الوزير اشار لده في التكريم، ان احنا ان شاء الله نقدر نروح لحته بعيده باذن الله. الحكام محتاجه حاجات كتير، يمكن احنا اتكلمنا مع مجلس اداره ومع معالي الوزير ان احنا محتاجين اجواء نجاح كتير، في حاجات كتير تفاصيل كتير جدا اتكلمنا فيها، صعب ان انا اقولها كلها دلوقتي، لكن الحياه الاحترافيه بتاعه اللاعب الحكم محتاجها بحيث ان هو يوصل لنقطه بعيده ان شاء الله. الحكومه المصريه عملوا بطوله كبيره جدا، ظهروا بمستوى يليق بيهم يليق بالتحكيم المصري، اذا كان امين عمر ولا محمد عادل او محمد معروف او البنا او احمد حسام محمود ابو الرجال. يمكن انا الحمد لله ربنا اكرمني وكنت ممثل للتيم ده في النهائي، انما كلهم يستحقوا يلعبوا. يمكن الميداليه اللي خدناها دي هي ميداليه كل الحكام المصريين اللي شاركوا، ميداليه كل التحكيم المصري، واعتقد ان هو الناس بتتلمع على حاجه كويسه، وان احنا الحمد لله كل الحكام ادوا اداء كويس جدا وعملوا مباريات كبيره جدا، واعتقد ان احنا ممكن يعني ان شاء الله تبقى دي نقطه انطلاقه للتحكيم المصري انهم يعملوا حاجه كويسه ونستمر في المستوى ده، وان شاء الله يكون في دعم من الاعلام والناس تثق في التحكيم المصري، لان الحمد لله رب العالمين الاداء اللي ادوه الحكام وثقه لجنه الحكام الافريقيه في ان تدي طاقم تحكيم كامل 6 حكام في مباراه الافتتاح، ونمثل مصر ان احنا لاعبين مشاركين في 37 مباراه كحكام مصريين في بطوله الامم الافريقيه، اعتقد ان دي ثقه كبيره جدا للتحكيم المصري، واعتقد ان احنا عايزين نستثمر ده كلنا، يعني كاعلام كاتحاد كوره كوزاره الشباب اللي بتكرمنا النهارده بنشكر معالي الوزير طبعا، نستثمر ده كله ان يتم انطلاقه لكل الحكام المصريين، يعني لزمايلنا الصغيرين للحكام اللي موجودين دلوقتي برضو، عندنا حكام مرشحين كاس عالم محتاجين نقف وراهم، امين عمر ومحمد معروف والمجموعه ان شاء الله اللي تبقى بعد كده اذا كان في تقنيه الفار او المساعدين، محتاجين دعم كبير جدا من الاعلام المصري، وان احنا نكبر حكامنا ونثق فيهم، وان شاء الله بالثقه اللي لقوها الحكام من الاتحاد الافريقي لو لقوها في مصر اعتقد الاداء هيختلف، ومش هنلاقي الاخطاء هتفضل موجوده، انما الاخطاء يعني هتبقى اخطاء قليله جدا، وان شاء الله بنعد كل الناس ان شاء الله يعني المستوى يفضل ثابت كده، ويفضلوا الحكام هم اللي يشوفوهم في الامم الافريقيه يلاقوهم في الدوري المصري باذن الله.